سوري 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 انا مستعجلة كتير، في شخص على طيارة نيويورك بدي اشوفه بليز. سوري ما في ساعدك بليز، انا جربت دق له بس خطه مسكر، ما فيك تحكي على هيدا، ما فيك تقول اسمه. بعتذر منك ما بقدر. سيداتي الشباب، النداء الاخير للمسافرين المتوجهين نحو طائرة الرحلة رقم 221 المتوجهة الى مطار نيويورك، مشي معي ساديني بدي لقيه. روقي شوي رح نشوف. في اطلب منك خدمه اذا مش حاخسر وظيفتي؟ قالي لا، انا مضيعه حدا ضروري لقيه، اجى لعندي اليوم الصبح تيحكيني بس وما قدرت احكي معه. معتره والله زعلتني، انا اليوم تقطع قلبي، كان بدي اقول له انه بحبه وشفته متضايق كثير بس ما قدرت احكي. وليه ما قدرت تقولي له؟ لأنه في وحدة اسمها عليا، هي كمان بتحبه وكان بدها تبعدني عنه، حتى أنه كان بدها تجبرني أتجوز حدا تاني، وهددتني أنه إذا ما بتجوزه بتعمل لي مشكل مع بيي ومع كل عائلتي. يا ويلي، شو الاسم العائلة؟ بليز؟ كرم عليا، هو جواد فياض، دكتور جواد فياض. دكتور جواد فياض، الرجاء التوجه الى مكتب استعلامات. شكرا. جواد انا ما تجوزت، انا في انا هون. في ولو شو عم تعملي؟ سوري بس كان بدي اسمع صوتك. حق علي كنت عم ساعدك. شو صار قولك؟ سمعني ولا يمكن طلع على الطياره؟ صدقيني إذا إلكم نصيب مع بعض رح تلاقيه إذا كان بآخر الدنيا. في أنا ما تجوزت. كتير كمان بحبك كتير